بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عشان بس نفهم مسألة السوالوينج أو مسألة البلع، أنا عندي هنا أول مرحلة اللي هي مرحلة البكال فيز، تاني مرحلة اللي هي مرحلة الفارينجيال فيز، تالت مرحلة اللي هي مرحلة الأوسوفيجيال فيز. خلاص كده أنا في أول مرحلة اللي هي مرحلة البكال فيز ببقى موجود في الأورال كافيتي، ببقى موجود كفود أو كطعام أو كبولس، أنا ببقى موجود تحت إشراف الحركة العضلية لعضلة تسمى الباكسينيتور ماسل، عشان كده بسمي هذه المرحلة أو تسمى الباكال فيز. خلاص كده؟ طيب، بعدين بنتقل لمرحلة تانية، مرحلة الفارينجيال فيز. وبص هتلاحظ هنا إن في سهم، هنا الأكل هتلاقيه فوق شوية، في رسمة تانية هتلاقي الأكل نزل شوية تحت، فهو ما بيلعبش يعني، الناس دي ما بتلعبش في الأطلس. خلاص كده؟ طيب، بعد شوية برضه هنا الفارينجيال فيز، الأكل أو البولس موجودة في الفارينكس، بس هنا موجودة في أعلى الفارينكس، لا هنا نزلت شوية، في رسمة تانية نزلت شوية في منطقة الأسوفيكس. بالمناسبه العمليه دي بتتشرح بالتفصيل برفلكسات وبردود افعال في علم الفسيولوجي، برضو دكاتره الفسيولوجي شرحوا لك الرفلكسات دي بالتفصيل، انا بلمس بس معاهم كده. واخد بالك؟ تلتزم بتخصصك، تلمس مع التخصصات الثانيه، تلمس بس، مسموح بالتلميس، مش مسموح بالتعمق. طيب، عندك الفارينجيال فيز، بعد شويه ابدا اخش في الاوسوفيجس، اخش في مرحله الاوسوفيجيال فيز. واخد بالك؟ وكده انا دخلت في حاجه اسمها البريستاليسيس. واخد بالك؟ او حركه الحركه الايه الدوديه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي من مسؤوليه اللونجيتودينال ماسلز والسيركلر اي ماسل. وقلنا انه في عندي حركه ثانيه تسمى السيجمنتيشن، دي من مسؤوليه الايه السيركلر ماسل. لما نيجي نقرب، انا كل اللي يلزمني في مساله التقريب بس قبل ما ندرس طبعا الاسوفيجاس بالتفصيل، لان انا يهمني في علم الاناتومي، انا يهمني انا كواحد بشرح اناتومي يهمني بقى دلوقتي ادرس الاسوفيجاس، لان انا بالفعل شرحت لك في الهيد والنك، شرحت لك الاورال كافيتي وشرحت لك الفارنكس والكلام ده، انما انا بس انا عايز المس معاك هنا في حته اللي تلزمني هنا في منطقه او في مرحله الفارينجال فيز. الاكل هو في مرحله الفارينجال فيز، يعني هنا مثلا في مرحله الباكال فيز هتجد الابيجلوتس، ركز بقى كده مع الابيجلوتس ده، هتجد الابيجلوتس مفتوح، واخد بالك؟ انما لما نيجي هنا في الفارينجيال فيز وبص تلاقي الاكل في الفاركس، لا تجد ان الابيجلوتس مقفول. ليه؟ عشان انا عايز الاكل، مش عايز الاكل يا باشا ينزل في منطقه الفاركس، انا اسف، ينزل في اللارنكس او ينزل في الحنجره، واخد بالك؟ هو بالفعل هنا موجود في الفاركس. بص شوف، انا عايز بس عشان ايه رقم واحد، بص ايوه واحد، ده كده الفاركس، اثنين ده اللارنكس، ثلاثه اللي تحت ده الاسوفيجس، فانا عايز الاكل ينتقل من واحد لثلاثه، ينتقل من الفارنكس للاسوفيجس، ما ينزليش ابدا في اثنين، ما ينزليش في اللاركس. فبعتمد على ايه؟ على الراجل المحترم ده، اللي هو ده الكارتريج اللي هو الازرق ده، ده اسمه ايبيجلوتس، لسان مزمار يمنع الاكل ان هو ينزل لرقم اثنين، واخد بالك؟ يخلي الاكل كله ينزل في رقم ثلاثه. طيب، كلام جميل. بص هنا يستنى، هو تانيه مقفول اهو، واخد بالك؟ تانيه مقفول، يستنى يضمن لغايه لما الاكل، او يطمن الاول، يطمن ان الاكل بالفعل نزل في الاسوفيجس وغارج وغادر منطقه الفارنكس بالكامل. لما نيجي بقى نبص على الرسمه الثانيه، نبص نلاقي خلاص الاكل نزل في الاسوفيجس وبدا يبقى تحت اشراف البريستالتيك موفمنت الموجوده في الاسوفيجس، بدا الابيجلوتس يفتح، واخد بالك؟ عشان بقى الايه عادي الهواء يخش، واخد بالك؟ مفيش اي مشاكل خالص، والواحد يتكلم، عشان كده ما تعرفش تتكلم وانت بتاكل، ما هو يا اما الهواء يخش ويعمل ونتكلم، يا اما ناكل، ما تتكلمش وانت بتاكل عشان ما تشرقش، واخد بالك؟ لانه انت الموضوع بيبقى يعني بيبقى الجسم محتار يعني. اللارينكس او اللي هي الحنجره بتبقى مسؤوله عن الكلام، الصوت، الهواء بيخش يلعب في الاحبال الصوتيه اللي هنا، الحته دي بالظبط مطرح ما انا بشاور ده مكان الاحبال الصوتيه، وممكن تشوفها بشرحها بالتفصيل بالاناتومي موجود في الهيد ونيك. فانا عندي الهواء عايز يخش يعمل صوت، يعمل كلام، واخد بالك؟ ويتحرك ومش عارف ايه، وانت سعادتك عايز بتاكل، واخد بالك؟ طب ازاي بقى، مين اللي هيشتغل يعني؟ فلازم الابيجلوتس يقفل وانا اكل واقعد ساكت وانا باكل، عشان كده ما تتكلمش وانت ايه؟ واخد بالك؟ ما تتكلمش وانت بتاكل، وبرضه منظر حضاري يعني، واخد بالك؟ مش لازم نتفرج يعني. واخد بالك؟ عشان ما تشرقش. عشان ما تشرقش. يبقى انت لما بتشرق مش عشان في حد جاي في سيرتك، لا ساعتك، انت بتشرق عشان انت واخد بالك بتتكلم وانت بتاكل، واخد بالك؟ طيب. فانا بتكلم عايز هواء يخش الاحبال الصوتيه، وفي نفس الوقت عايز اكل يخش الاسوفيجس. يا ابني ما ينفعش، ما هو يا الهواء والاكل ممكن يخشوا او يقفوا في منطقه الفارنكس، لكن يا الهواء يخش اللارنكس يا الاكل يخش الاسوفيجس، ما ينفعش يا باشا، واخد بالك؟ طيب، طبعا اكمل بقى، انا طبعا بتكلم في جي اي تي، ما بتكلمش على اللارنكس دلوقتي. فانا هكمل بقى، عندي البارستاليتيك موفمنت هتبدا ان هي تمشي، واخد بالك؟ طبعا انا هنا المنظر عندي زي ما احنا شايفين، ادي البولس اهي نازله في الاسوفيجس، بتنزل هنا تقابل بقى الديافرام، تقابل عضله، هنشوف لسه طبعا صور احسن في الاناتومي للكلام ده كلام كده يعني سريع، واخد بالك؟ الديافرام او عضله الحجاب الحاجز، وهنا نجد الاكل يغادر منطقه هنا فوق الديافرام يا شباب، فوق الديافرام بتبقى حاجه اسمها سوراسي كافيتي او تجويف الصدر، تحت الديافرام هنا حاجه اسمها الابدومينال كافيتي، فالبولس بتغادر السوراسي كافيتي وتنزل في الابدومينال كافيتي، تغادر الاسوفيجس وتنزل في الاستومك او المعده المتمركزه بداخل الابدومينال كافيتي، ونكمل مع بعض كلامنا في الفيديوهات اللي جايه.